السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، ان شاء الله اليوم جبت لكم برنامج. طبعا هسه خلصته، برنامج تصوير الفيديو والتقاط الصور، يعني حال كاميرات الموبايل او تشغيل كاميرات اللابتوب، تصوير فيديوهات من خلالها والتقاط الصور. وان شاء الله ورا هذا البرنامج حسوي برنامج فوتوشوب على الصورة، وبعدين براها برنامج فوتوشوب على الفيديو، كل واحد منفصل مع ادمجهم. بس هسه حاليا خلينا نشوفكم البرنامج. البرنامج هذا البرنامج. بس اذا اشغله عن البرنامج هذا وفتح هيج، من هالجهة عايد اللقطات، الوضوح، البرايتنس، من هالجهة ابدا بالتقاط صورة، صور فيديو واختار الاماكن ما يكون. اذا اقول اختيار الكاميرا، انا عندي لينوفو، عندي كاميرا خاصة بي اذا اشتغل بيها حاليا. اذا اقول تشغيل هاي الكاميرا، اختار القوة مال الوضوح مالته، طبعا اقول له اوكي. السلام عليكم. عدد اللقطات الثانية، يعني اللقطات اللي تسويها بالفيديو، كل ما زادت اللقطات كل ما صارت الفيديو يعني يكون الوضوح حيصير أقوى وما يقطع. الوضوح خلينا نسوي 500. إذا أبغى تصوير فيديو اختار مكان، خلينا نزعل الستوب، خلينا نسميه أوف، خلينا نسميه بدأ يصور الفيديو. بس هو حاليا الفيديو موجود هناك، انا مقرط على الكاميرا الخاصة بي، انا مقرطها. الفيديو حاليا دا يصور هنا على الشاشة هاي كلها على التيك توك. اذا اضغط مرة اخرى اوقف الفيديو حاليا. اذا هسه شغل الفيديو، بدأ يشتغل الفيديو هناك. هذا الفيديو. هسه الصورة اذا اضغط هنا تفتح لي هاي النافذة اللي هي التقط صورة حالية. هسه انا اسوي حركة معينة، ومن اقول له التقاط، طبعا انا مسوي تايمر، هسه اسوي تايمر، ومن اقول له التقاط ثبت هاي الحركة. هسه اذا اسوي حركة اعتيادية اقول له التقاط، حيقول لي وين تخزنها، اقول له على الديسكتوب، خلينا نسميها كمبيوتر. إذا هي هاي الصورة، أقدر أزيد على الوضوح. الوضوح ما أقدر أخليه يتجاوز 2000، الوضوح ما أخليه يتجاوز 2000، لأن عندي توقف الحاسب المتحمل. يكون اختلاف الوضوح. المهم بس هي هاي فكرة البرنامج، انه يلتقط الصور ويصور الفيديو. نكمل على البرنامج ان شاء الله، نسوي البرنامج هذا كامل حاليا. خلنا نخرج من البرنامج، نكمل على البرنامج، يعني من ناحية الفوتوشوب مع الفيديو، مو على هالبرنامج، حسويهم منفصلات، كل بروجكت اسوي منفصل واحد. فان شاء الله الحلقات الجاية نسوي فوتوشوب على الفيديو، فوتوشوب على الصورة، وبعد كمل مشروع فيجوال بيسك، نكمل فيجوال بيسك، نروح له على الويب سايت، نجي على الاردوينو والاندرويد ان شاء الله. طبعا وين ما اكمل ذني المشاريع اللي هي بس اثبات القناة، وان شاء الله بعدين ابدي اعطي دورات تخص كل المواضيع. كل دورة تتجاوز 100 فيديو وكلها مجانية، زائد انه الكود انا اذا تشوفون على صفحاتي انه انا رابط جيت هاب ورابط كود بروجكت، فمن استجي الدورات ارفع الكودات هناك ان شاء الله عم بتفيدكم. دورات IC3، دورات اردوينو، اندرويد، PHP،
اي اس بي، فيجوال بيسك، سي شارب، سي بلس بلس، يعني هواي لغات ان شاء الله، وان شاء الله تفيدكم. بس اترخص يعني في معلم.